وش اللحظة اللي تمنيت أن أنت تكون فيها اليوم؟ لحظة من اللحظات صراحة. بس شوف، إن شاء الله ما تزعل الناس، إن شاء الله ما تزعل الناس. أنا صراحة هو يعجبني كده كشخصية، يعجبني مين؟ البليه. ايه البليه صراحة كمدافع، مدافع كويس ما شاء الله تبارك الرحمن، اتطور. و يعني الحدث اللي حصل معاه، وهي بعد نهاية المباراة ولا هذا، وحط الراية، يعني هي تزعل انه في ملعب النصر وكذا. لكن انا لو في مكانه ما سويها في النصر، بس فريق ثاني. فصراحة والله كانت جدا حلوة للبلاهي، لكن الناس شنت عليه هجوم ورفضوا. يعني النصراويين من حقهم انت انه من ضد الحركة والله حركة حلوة. كنت تتمنى انت تسوي والله كنت انا شوف